اللي هي مش بتتغير كتير، الريسبتورز بتاعتها slowly or non-adaptive receptors. static شكة دبوس وفضل موجود جوه، فضل موجود ده static ما بيتحركش، ولكنه damaging فبيبعت continuous slowly adaptive receptors. يبقى receptors ممكن تكون rapidly adaptive اللي هم kinetic أو phasic receptors، أو non-adaptive اللي هي tonic or static receptors. طيب شكلها ايه؟ نشوف الكيرفات دي. ادي الاستيمولس، ده الاستيمولس مستمر على طول، هنا مفيش استيميليشن، لكن اول ما يطلع كده معناها ان حصل استيميليشن. استيمولس بيرزيستنت من هنا لهنا. طيب الريسبونس بقى نون ادابتيشن، يعني كل ما يكون في استيمولس في ريسبونس، هتلاقيه زي الاستيمولس بالظبط. يبقى الريسبونس الريسبتور سنسيتيفيتي مستمره خالص. بيرزيستنت ستيمولس جيف ريسبونس نو ادابتيشن. نو ادابتيشن تشوفه بالاكشن بتاعه، هتلاقيه قاعد يبعت امبلس يبعت امبلس يبعت امبلس. يبقى الكيرف ده، لو انا جبت لك الكيرف ده وقلت لك ايه نوع الريسبتور هنا، ده الاستيمولس وده الاكشن بوتنشال وده الريسبونس. ستيمولس بيرزيستنت، الريسبونس بيرزيستنت، يبقى نون ادابتيف، لا ما يحصلوش ادابتيشن، لا يتعود على الاستيمولس. طول ما في ستيمولس طول ما في ريسبونس، طول ما في اكشن بوتنشال. ايه مثل على احنا قلنا البين، لما واحد بيتشك الاستيمولس موجود على طول والاكشن بوتنشال قاعد يبعت في بين في بين في شوكه في ايدك، يبقى ايه؟ بيرزيستنت ستيمولس جيف ريسبونس نو ادابتيشن. اوكي طيب نشوف اللي تحت خالص. ادي بيرزيستنت ستيمولس اهو، هنا ريسبونس، ادى ريسبونس وبعدين ابتدى يضعف الريسبونس. بيرزيستنت ستيمولس جراديوال ديكريز ريسبونس، بدايه جراديوال يعني حصل له ادابتيشن، اتعود على الاستيمولس. هنا ما تعودش على الاستيمولس، بحيث طول ما الاستيمولس موجود طول ما في ريسبونس، يبقى ده نون ادابتيف. دي الاستيمولس موجود بس الريسبونس ابتدى يضعف، الاكشن بوتنشال ابتدى يقل، يبقى ده نون ادابتيف ريسبتور. رابيدلي ادابتيف ريسبتور، سوري، يبقى ده رابيدلي ادابتيف ريسبتور. بيرزيستنت ستيمولس جيف ريسبونس نون ادابتيشن، بيرزيستنت ستيمولس جيف نو ريسبونس رابيد ادابتيشن. ممكن يبقى ان بتوين سلو ادابتيشن، يبقى ممكن يكون ايه؟ رابيد ادابتيشن زي البي بس البريشر والتاتش، ده رابيد ادابتيشن نو ريسبونس. لكن في سلولي ادابتيف او نون ادابتيف ريسبتور زي مثلا الماسل جوينت اند سو، وفي البين ممكن البين يكون سلولي ادابتيف ريسبتور. اوكي ممكن اسالكم بالطريقه دي، نجيب لكم كيرف نقول لك ايه نوع الريسبتور، هل هو ده رابيدلي ادابتيف سلولي ادابتيف نون ادابتيف اكزامبل. اوكي طيب مثال على ايه؟ بي اللي هو سلولي ادابتيف زي التمبريتشر. التمبريتشر تحس بالتمبريتشر، لسه التمبريتشر موجوده بعد فتره خلاص تعودت عليها بس فتره طويله، يبقى ده سلولي ادابتيف ريسبتور. وعندنا في سلو بين، في رابيد بين وفي سلو بين، برضه سلو بين از ايه؟ سلولي ادابتيف ريسبتور. اوكي جينيريشن اوف ريسبتور بوتنشال، يعني احنا اتكلمنا على سبيسيفيسيتي اوف ذا ريسبتورز مولرز لو، اتكلمنا على ادابتيشن اوف ذا ريسبتورز، نتكلم على الجينيريشن اوف ريسبتور بوتنشال، يعني conversion of the stimulus to electrical activity، يعني يعمل receptor potential زي الاكشن potential. conversion of the stimulus to electrical activity نسميه receptor potential. طب ليه سميناه receptor potential ما قلناش عليه action potential؟ لانه different than the action potential. properties of receptor potential different than the properties of action potential. الاثنين depolarization بس ده
اسمه ريسبتور اور جنريتور بوتنشال، وده اسمه اكشن بوتنشال اور نيرف بوتنشال. هنقول المقارنات بس نتكلم على الايه، هاو ذا ريسبتور كونفيرت ذا ستيمولس تو الكتريكال اكتيفيتي. الميكانيزم ان انا بزود الانفلكس اوف صوديوم ايون، بيزود البرميابيليتي اوف ذا ريسبتور تو ايون. يعني سبيسيفيك ستيمولس زي بريشر، بريشر عارفين ايه البريشر ريسبتور اسمها باسينيان كورباس، انا خدتوها في الهيستولوجي بريشر ريسبتور باسينيان كورباس، عباره عن هير كده وحواليها كبسولز، تيجي تضغط على الباسينيان كورباس دي يحصل كينكينج للهير، بريشر يعمل كينكينج للريسبتور، والكينكينج ريسبتور يزود البرميابيليتي اوف ذا ريسبتور تو صوديوم اي، يعني يزود الانفلكس اوف صوديوم ات ذا ريسبتور، يعمل جينريشن اوف بوتنشال، وده بنسميه ريسبتور بوتنشال. اما ريسبتور بوتنشال يكتر يوصل للثريشولد يروح عامل ايه نيرف اكشن بوتنشال، يبقى كده الاستيمولس اللي هو كان بريشر يتحول لالكتريكال اكتيفيتي. الاول بيعمل ريسبتور بوتنشال وله كرايتيريا، ولما يتنقل في النيرف يعمل اكشن بوتنشال وله كرايتيريا تاني. عاوزين الفرق بين الريسبتور بوتنشال والاكشن بوتنشال. ادي الريسبتور بوتنشال، ها ريسبتور بوتنشال وده الاكشن بوتنشال، يبقى في ريسبتور بوتنشال وفي اكشن بوتنشال. البدايه هنا قبل ما يوصل للثريشولد ده اسمه ريسبتور بوتنشال وده الاكشن بوتنشال. مقارنه بقى بين الريسبتور بوتنشال والاكشن بوتنشال، ايه الفرق؟ اولا ريسبتور بوتنشال كل ما تزود الاستيمولس كل ما يزيد الريسبتور بوتنشال ليفل بتاعه، لكن الاكشن بوتنشال وانس ان في اكشن بوتنشال يوصل للماكسيمم، كل الاكشنز بوتنشال دي في الماكسيمم، مفيش اسمه اكشن بوتنشال صغير واكشن بوتنشال كبير. يعني لو ستيمولس جامد ما يديلكش اكشن بوتنشال كبير، او ستيمولس ضعيف ما يديلكش اكشن بوتنشال صغير. اكشن بوتنشال اول اور نان، يعني ايه اول اور نان؟ يا اما في اكشن بوتنشال يا اما فيش اكشن بوتنشال. وانس ان الستيمولس وصل للثريشولد يدي اكشن بوتنشال، واي اكشن بوتنشال من دول زي بعض، يبقى الاكشن بوتنشال اول اور نان. لكن الريسبتور بوتنشال كل ما تزود الاستيمولس سترينث كل ما يزود الريسبتور بوتنشال، يبقى الريسبتور بوتنشال از جريدد جريدد جريدد. يعني ايه؟ كل ما يزيد الاستيمولس يزيد الريسبتور بوتنشال. طيب ايه العلاقه بين الريسبتور بوتنشال والاكشن بوتنشال؟ يعني ريسبتور بوتنشال بجريد صغيره وريسبتور بوتنشال بجريد كبيره، الاثنين ريسبتور بوتنشال، بس ده ستيمولس ضعيف ادى جريد ريسبتور واطيه، ستيمولس قوي ادى جريد ريسبتور عاليه. طب ايه علاقه الريسبتور بوتنشال ده بالاكشن بوتنشال؟ ايه العلاقه؟ لو زاد الريسبتور بوتنشال يعمل ايه في الاكشن بوتنشال؟ ما احنا قلنا مش هيزيد، ده ثابت. يزيد ايه؟ لا، زودت الجريد اوف ريسبتور بوتنشال، يعني ضغطت جامد زاد الريسبتور بوتنشال جريد، تعمل ايه في الاكشن بوتنشال؟ هيزيد ايه؟ عدد الاكشن بوتنشال، يزيد النمبر اوف اكشن بوتنشال. دي اهم علاقه لازم تعرفها، يعني ازاي كل اللي ماشي في النيرفوس سيستم كهرباء، والكهرباء كلها زي بعض، صح؟ طيب ازاي البرين هيفهم ان ده ضغط شديد او ضغط ضعيف؟ كل الاكشنز بوتنشنز اللي واصله للبرين ثابته اول اور نان، يا اما في امبلس يا اما ما فيش. طيب لكن لو زاد الريسبتور بوتنشال يزيد النمبر اوف اكشن بوتنشنز،
يبقى لو في امبلسز كتيره وصلت للبرين، البرين يفهم ان ده سترونج ستيمولس. لو في امبلسز وصلت قليله يبقى ده يفهمها ان ده ويك ستيمولس. يبقى انكريز انتنسيتي اوف ذا ستيمولس، انكريز جريد اوف ريسبتور بوتنشال، انكريز ذا نمبر اوف اكشن بوتنشال ان ذا نيرف. تاني العلاقه دي لازم تعرفوها وتحفظوها. الاكشن بوتنشال امبليتيود ثابت سواء سترونج ستيمولس اور ويك ستيمولس، صح؟ اول اور نان. ولكن الريسبتور بوتنشال grades increase stimulus power increase the grade of receptor potential. طيب لو زاد grade of receptor potential يزيد number of action potential. يعني لو زاد، لو لقيت الامبلسز كتيرة مش قوية مش عالية، لأن لا يمكن الاكشن potential يبقى عالي وواطي. الاكشن potential all or none. Increase the number of action potential. This means that increase grade of receptor potential. We increase grade of receptor potential نتيجة increase intensity of the stimulus. يبقى increase intensity of the stimulus, increase the grade of receptor potential, increase the number of action potential. يبقى دي العلاقة بنسميها Weber-Fechner law. Increase intensity of the stimulus, increase number of nerve impulses. Increase intensity of the stimulus, increase number of cells. يبقى بكده البرين هيفهم كلها نيرف، كلها اكشن بوتنشال، هيفهم ان ده سترونج ستيمولس لو كانت نمبر اوف امبلسز كتير واصله له كتير. يبقى ده سترونج ستيمولس. لو كان ويك ستيمولس يبقى نمبر اوف نيرف امبلس تقل. ساينتفكلي بقى نقولها increase intensity of the stimulus increase frequency of action potential. Frequency means number of action potential. ما يزودش الامبليتيود يعني، يزود number frequency of action potential. طيب العلاقه بقى ان بين ال intensity of the stimulus وال receptor potential. احنا قلنا علاقه بين ال intensity of the stimulus وال action potential. Increase intensity, increase number of action potential, frequency of action potential. طب العلاقة بين intensity of the stimulus و receptor potential ايه؟ طبعا كل ما تزيد ال intensity of the stimulus يزيد grade of receptor potential. بس العلاقة مش علاقة بس واحد لواحد، لا، ده log increase intensity of the stimulus log increase of its stimulus يزود الريسبتور بوتنشال باي 1 ديجري. يعني لو عندنا 100 ستيمولس ناخد اللوغاريتم بتاعهم يطلع ايه؟ 1، يطلع 2، يبقى log 100 يطلع 1. يبقى دون increase the stimulus 100 time will increase the receptor potential one time. Increase the stimulus 1,000 times will increase the receptor potential 2 times. يبقى معناه ان هو ايه؟ بيعمل compression of the stimulus عشان يزود the sensitivity of the receptor. دي اسمها compression criteria. Compression criteria يعني receptor potential is proportional to the log of the stimulus. Generator potential of the receptor is proportional يتناسب طرديا مع log intensity of the stimulus. بحيث ان large amount large range of stimulus can increase the sensitivity by 1. 100 يعملوا ايه؟ يزود generator potential 1. 1000 يزودوا الجنريتور بوتنشال يبقى 2 and so on. يبقى ده اسمها compression. الكومبريشن دي يعني الريسبتور بوتنشال is proportional to logarithm intensity of the stimulus.
This is lead to compression of the stimulus to a small range in response to receptor. This means that the receptor is sensitive to a big range of stimuli. Okay? طيب يبقى آخر حاجة النهاردة criteria of receptor potential إن هو graded potential. يبقى receptor potential is a graded potential. Not all or none, like action potential. Not followed by refractory period. يعني إيه not followed by refractory period؟ يعني ما فيش فترة فيها عدم تأثير. يعني لو جه stimulus بعد ال first stimulus ممكن يدي response. Not followed by refractory period. يعني إيه؟ إن receptor potential ده زي ما قلنا ان الاكشن بوتنشال مثلا الاكشن بوتنشال في ابسولوت ريفراكتوري بيريد وفي ريلاتيف ريفراكتوري بيريد. الابسولوت ريفراكتوري بيريد لو اديت اي ستيمولس في الفتره دي ما يديش ريسبونس. هنا بقى ريسبتور ما فيهوش ريفراكتوري بيريد. يعني لو اديت ستيمولس واديت ستيمولس وراه واديت ستيمولس وراه ها يدي ريسبونس. وده اللي بنسميه temporal summation. يعني ايه temporal summation؟ يعني repeated stimulus at the same site can give response. Why this there is temporal summation? Summation يعني stimulus يضاف للstimulus اللي بعده يضاف للstimulus sum. Temporal summation يعني three different time at the same site give response. يبقى ال properties of receptor potential graded potential, no refractory period, there is temporal summation, not blocked by local anesthetics, increase intensity of the stimulus, increase the frequency of action potential in the nerve. نعم. نقطة تانية, not followed by refractory period. أي action potential في refractory period اسمها absolute refractory period. خدت في الهارت في الهارت كده تلاقي فيه ديبولاريزيشن وبعدين بلاتو وبعدين ريبولاريزيشن. كل الفتره بتاعت الديبولاريزيشن والبلاتو دي بنسميها ابسولوت ريفراكتوري بيريود. ايه ابسولوت ريفراكتوري؟ يعني لو اديت ستيمولس تاني في الفتره دي ما يديش ريسبونس. ماشي؟ لا هنا الريسبتورز لا. لو اديت ستيمولس ووراه على طول ستيمولس تاني الاثنين يتضافوا على بعض. يتضافوا على بعض يزودوا الجريد بتاع الريسبتور. يبقى ده جريدد نو ريفراكتوري بيريود ذير از سميشن اوف ذا ستيمولاي اند نوت ريسبوند تو لوكال انستيك وي انكريز انتنسيتي انكريز ذا اكشن بوتنشال فريكوانسي نمبر اوف اكشن بوتنشال. اخر حاجه ان ريسبتور ديشارج فريكوانسي از دايركتلي بروبورشنال تو لوغاريتم انتنسيتي اوف ذا ستيمولس. مش دايركتلي بروبورشنال تو ستيمولاي لا تو لوج ستيمولس. يعني sensitive to large scale of stimuli. Okay? طيب احنا كده خلصنا الايه اول محاضره. طيب receptor discharge frequency يعني ايه؟ الريسبتور بوتنشال يزيد كل ما يزيد الاستيمولس صح؟ لا مش كل ما يزيد الاستيمولس كل ما يزيد الاستيمولس 10 او 100 تايم يزيد الايه ريسبتور بوتنشال 1 تايم. معناه ان هو حساس لرينج كبير قوي من الاستيمولات. يعني ايه الهيرنج مثلا انت ممكن تسمع الصوت الضعيف قوي تسمع الصوت العالي جدا ده رينج كبير جدا. طب ازاي الريسبتور حساس للرينج الكبير ده؟ ان هو بيبقى حساس اي تغير في الاستيمولس في في الساوند يترجم لتغير بسيط في الريسبتور. تغير كبير قوي في الساوند يتغير برضه تغير تاني بسيط يبقى كده ممكن ايه الريسبتور ده يستحمل ساوندز كتير قوي. ليه؟ ده اسمه compression of the stimulus. compression of the stimulus يعني sensitive to large scale. ما دام sensitive to large scale يبقى المعادله مش واحد لواحد لا 100 لواحد ألف لاثنين
كده عشان ال 101 و 1002 يبقى لوج ستيمولس. اوكي ده اسمها كومبريشن سيري، كومبريشن كومبريشن فانكشن. يبقى دي البروبرتيز اوف ذا ريسبتور. اتفضل النقطه الاخيره ثالثه. لونج ديوريشن يعني ايه؟ يعني الريسبتور بوتنشن ده مش رابط زي الاكشن بوتنشن. لو نشوفه كده شكله ايه؟ اهو كده. شوف الريسبتور بوتنشن بياخد فتره طويله، الاكشن بوتنشن اهو كده كده خلاص خلص الاكشن بوتنشن، لكن الريسبتور بوتنشن بياخد ديوريشن طويله جدا، وبياخد ديوريشن طويله. لو حطيت ستيمولس وراه هيزود الامبليتيود بتاعت الريسبتور، حطيت ستيمولس كمان يزود الامبليتيود جريدد. مادام جريدد يبقى ايه؟ سنسيف للفريكوانسي اوف ستيمولس او الانتنسي اوف ذا ستيمولس، يزود النمبر اوف اكشن بوتنشال. يبقى العلاقه بين الثلاثه ستيمولس ريسبتور بوتنشال اكشن بوتنشال، انكريز ستيمولس انكريز ذا جريد اوف ريسبتور بوتنشال increase the number of action potential. ماشي، يبقى increase grade of receptor potential increase number of action potential. intensity and receptor potential logarithm increase the stimulus 100 time increase the receptor potential 1 time log. يبقى proportional to log intensity of the stimulus. خلاص يا شباب خلصنا، بكرة إن شاء الله نكمل الـ Nerve 5.